في يوم من الأيام كنت جالساً بهدوء وحاولت أتذكر كلمة أردت قولها، لكن عقلي توقف فجأة. ربما حدث معك أن تبحث عن مفاتيحك ساعة كاملة ثم تكتشف أنك نسيت أين وضعتها. بالتأكيد مررت بموقف مشابه، أليس كذلك؟ كلنا ننسى تفاصيل صغيرة مثل اسم شخص قابلناه أو موعد مهم، لكن على الجانب الآخر نرى أشخاصاً ذاكرتهم كالكمبيوتر الخارق، يتذكرون أسماء، تواريخ، وحتى أحداث مرت منذ سنوات طويلة. ما الذي يفرق بين عقل ينسى بسرعة وعقل يتذكر كل شيء؟ الأمر ليس مجرد حظ أو موهبة طبيعية. عقلنا معجزة مليئة بالأسرار، والذاكرة واحدة من أجمل هذه الألغاز. فهم الذاكرة ليس مجرد فضول، بل يؤثر على عملك، دراستك، علاقاتك، وحتى ثقتك بنفسك. في هذا الفيديو سنذهب معا في رحلة ممتعة لنكتشف كيف تعمل الذاكرة. سنعرف لماذا ننسى وكيف يتذكر البعض كل شيء، والأهم سنشارك نصائح عملية لتقوية ذاكرتك، وفي النهاية ستعرف على سر بسيط استخدمه بطل عالمي في حفظ الأرقام. هذا السر ساعده على تذكر آلاف الأرقام في دقائق معدودة. هل أنت مستعد لاكتشاف هذا السر؟ اشترك في القناة وفعل الجرس لتصلك كل فيديوهاتنا الجديدة وتكون جزءاً من رحلتنا. هيا بنا نبدأ. لما نفكر في الذاكرة نتخيلها زي مكتبة كبيرة في عقولنا مليانة كتب، أو زي ملفات على جهاز الكمبيوتر. لكن الحقيقة الذاكرة مش مكان ثابت، هي عملية مستمرة طول الوقت. تخيل عقلك زي شبكة طرق ضخمة، والمعلومات زي السيارات اللي بتمشي فيها. كل معلومة جديدة تمر بثلاث مراحل: التشفير والتخزين والاسترجاع. التشفير هو أول خطوة، لما تشوف صورة، تسمع كلمة، أو تحس برائحة معينة، عقلك بيحولها لإشارات كهربائية وكيميائية بين خلايا عصبية تسمى نيورونات. لكن لو لن تركز المعلومة بتضيع زي ورقة تطير في الهواء. مثلا لو تحضر درسا وأنت مركز مع المعلم هتتذكر التفاصيل، لكن لو عقلك مشغول هتحس إنك ما سمعت شيء أبدا. عشان تثبت المعلومة ركز بشكل كامل وأبعد أي شيء يشتتك زي الهاتف. المرحلة الثانية هي التخزين. المعلومات بتتخزن في شبكة معقدة من النيورونات في مناطق مختلفة من العقل. فيه ذاكرة قصيرة المدى، زي لما تحفظ رقم هاتف لدقيقة وتنساه بعدها، وذاكرة طويلة المدى زي ذكريات طفولتك أو مهارة زي قيادة الدراجة. منطقة الحسين في العقل لها دور كبير في تثبيت الذكريات طويلة المدى. كلما تراجع المعلومة الشبكة دي بتصير أقوى، زي لو تبني جسراً أصلب بين النيورونات. المرحلة الأخيرة هي الاسترجاع، يعني لما تحاول تتذكر شيء. أحياناً المعلومة موجودة بس ما تقدر توصل لها، زي لما تقول الكلمة على طرف لساني. الاسترجاع يحتاج إشارات زي رائحة أو صوت يذكرك بالذكرى. مثلاً رائحة عطر قديم ممكن ترجعك لذكرى من سنوات في ثواني، لكن التوتر أو قلة النوم ممكن يعطل الاسترجاع. لو عايز تستعيد ذكرى حاول تربطها بشيء حسي زي صوت أو صورة. العقل بيحب يربط المعلومات ببعضها، كل ما تستخدم المعلومة أو تفكر فيها بيصير استرجاعها أسهل في المستقبل. الذاكرة لها أنواع مختلفة كمان. الذاكرة الحسية بتخزن انطباعات سريعة زي رائحة أو صوت. مثلاً لما تسمع أغنية قديمة وترجعك لذكرى من أيام المدرسة. الذاكرة قصيرة المدى زي ملاحظات مؤقتة، زي رقم هاتف تحفظه وتنساه بعد ما تتصل. والذاكرة طويلة المدى بتشمل ذكرياتك المهمة، زي يوم تخرجك أو أول مرة قدت سيارة. كل نوع بيشتغل بطريقة مختلفة، لكن كلها تعتمد على التركيز والتكرار. لو عايز تحفظ شيء لمدة طويلة راجعه على فترات، مثلاً راجع المعلومة بعد يوم وبعد أسبوع وبعد شهر.
النسيان ليس عيباً ولا يعني إن عقلك ضعيف، بالعكس هو جزء طبيعي من شغل العقل. تخيل عقلك زي قرص تخزين في الكمبيوتر، لو مليته بكل شيء هيتوقف عن العمل. عشان كده عقلك بيمحي المعلومات غير المهمة عشان يفسح مكان للجديد. لكن ليه ننسى أحياناً أشياء مهمة؟ أول سبب هو قلة التركيز. لو عقلك مشغول وإنت تسمع معلومة هتضيع بسرعة. مثلاً لو تتكلم في الهاتف وتحاول تحفظ عنوان غالباً هتنساه. أبعد الهاتف وخلي تركيزك كامل لما تتعلم شيء جديد. السبب الثاني هو التوتر. لما تكون متوتر هرمونات زي الكورتيزول بتعطل خلايا العقل، ده بيخلي المعلومات يا إما ما تتخزن كويس يا إما صعب تستعيدها. جرب تمشي 10 دقايق كل يوم أو اعمل تمارين تنفس، هتقلل التوتر وتقوي ذاكرتك. السبب الثالث هو قلة النوم. أثناء النوم عقلك بيرتب الذكريات زي موظف مكتبة بيرتب الكتب. لو نومك أقل من 7 ساعات ذاكرتك هتضعف وهتحس إنك مش مركز. حط هاتفك بعيد قبل النوم ونام في مكان هادي. السبب الرابع هو التشويش. لما تحفظ معلومات متشابهة زي أرقام هواتف كتيرة عقلك بيتلخبط. مثلا لو حفظت أسماء زملاء جدد في يوم واحد ممكن تخلط بينهم. حاول تربط كل معلومة بشيء مختلف، مثلا اربط كل اسم بصورة مكان معين. السبب الخامس هو التقدم في العمر. مع الوقت الوصلات العصبية بتضعف شوية وده بيصعب تذكر التفاصيل، لكن العقل زي العضلة، لو دربته هيفضل قوي حتى لو كبرت. النسيان أحياناً بيكون مفيد. لو عقلك احتفظ بكل شيء هيتعب ومش هيقدر يشتغل كويس. عشان كده النسيان هو طريقة ذكية من عقلك عشان يركز على المهم. البيئة كمان بتأثر على الذاكرة. لو تذاكر في مكان هادي هتتذكر أحسن من مكان فيه ضوضاء. جرب تختار مكان هادي للمذاكرة واستخدم سماعات عازلة للصوت لو في ضجيج. في كل مكان نلاقي شخص ذاكرته قوية جداً، يتذكر أسماء زملاء، تواريخ، وحتى تفاصيل محادثات مرت من سنوات. زي أحمد، طالب في الجامعة كان يتذكر كل محاضرة بدون ما يكتب أي كلمة. ما السر وراء ذلك؟ أول شيء هو التركيز العميق. الناس بتعطي المعلومات أهمية كبيرة. مثلاً لو تقابل شخص جديد ركز على اسمه وكرره في عقلك 3 مرات. أربط الاسم بشيء ممتع زي تخيل هذا الشخص بطل فيلم تحبه. ثاني شيء هو طريقة عمل العقل. مناطق زي الحصيم والقشرة المخية عند الناس دي بتكون أكثر نشاطاً. العلماء اكتشفوا إن الوصلات العصبية عندهم أقوى، وهذا بيساعدهم يخزنوا ويستعيدوا المعلومات بسرعة. لكن مش ضروري تكون موهوب من البداية. العقل زي العضلة، لو دربته هيصير أقوى. ثالث شيء هو التدريب المستمر. الناس اللي ذاكرتهم قوية بيدربوا عقولهم زي الرياضيين. جرب ألعاب الذاكرة زي السودوكو أو حاول تحفظ قصيدة قصيرة كل أسبوع. رابع شيء هو الحماس والشغف. لما تكون متحمس لموضوع عقلك بيشتغل بكساءة أكبر. مثلا لو تحب الموسيقى هتلاقي نفسك تحفظ كلمات الأغاني بسهولة. اختار شيء تحبه ويبدأ تتعلمه، ذاكرتك هتتحسن لوحدها. والسر اللي وعدناك بيه هو تقنية قصر الذاكرة. التقنية دي استخدمها بطل العالم في الحفظ دومينيك أوبراين، اللي قدر يحفظ ترتيب 2808 ورقة لعب بعد رؤيتها مرة واحدة فقط. الفكرة إنك تتخيل مكان زي بيتك وتحط كل معلومة في ركن معين. مثلاً لو عايز تحفظ قائمة تسويق تخيل الحليب عند باب البيت والخبز في الصالة والبيض في المطبخ. لما تمشي في البيت هتتذكر كل شيء بسهولة. جرب التقنية دي اليوم وهتشوف كيف ذاكرتك هتصير أقوى في أيام. التغذية كمان لها دور كبير. الأطعمة الغنية بأوميجا 3 زي السمك والمكسرات بتقوي الخلايا العصبية. الفواكه زي التوت والخضروات الورقية زي السبانخ بتساعد على تحسين الذاكرة. أضف حفنة مكسرات أو طبق سلطة لنظامك اليومي. الرياضة كمان مهمة. لما تتحرك
الدورة الدموية بتتحسن وبتوصل أكسجين أكثر للعقل. دراسة من جامعة هارفارد تقول إن المشي 30 دقيقة يومياً يزيد كفاءة العقل بنسبة 20%. لو ما عندك وقت للنادي، امشي أو اركب دراجة 15 دقيقة يومياً. الذاكرة مهارة، وأي مهارة تتحسن بالتدريب. هنشارك الآن خطوات عملية تقدر تبدأ بها اليوم. أول شيء هو النوم الكافي. عقلك يحتاج 7-8 ساعات نوم عشان يرتب الذكريات. لو نومك غير منتظم هتحس إنك تنسى بسهولة. حدد روتين نوم ثابت وابعد الشاشات قبل النوم بنص ساعة. ثاني شيء هو التركيز أثناء التعلم. لما تسمع معلومة جديدة خلي تركيزك كامل، جرب تربط المعلومة بشيء تعرفه. مثلاً لو تحفظ اسم خالد تخيله زي خالد بطل مسلسل تحبه. ثالث شيء هو التكرار المنتظم. قسم المعلومات لأجزاء صغيرة وراجعها على فترات. مثلاً لو تحفظ كلمات إنجليزية راجع 5 كلمات كل يوم بدل 50 مرة واحدة. رابع شيء هو تمارين العقل. حل ألغاز، العب شطرنج أو تعلم لغة جديدة. هذا بيخلي عقلك نشيط زي لما تتمرن في النادي. خامس شيء هو تقليل التوتر. التوتر بيضعف الذاكرة. جرب التأمل أو المشي في الطبيعة. خصص 5 دقائق يومياً لتمارين تنفس عميق. سادس شيء هو تجربة تقنية قصر الذاكرة. زي ما قلنا، حط المعلومات في أماكن متخيلة في بيتك. لو عايز تحفظ قائمة مهام، تخيل كل مهمة في ركن معين في غرفتك. التكنولوجيا كمان ممكن تكون عدو الذاكرة لو استخدمتها كتير. الهاتف والسوشيال ميديا بيشتتوا العقل. خصص وقت بدون هاتف كل يوم واستبدله بقراءة كتاب أو حل لغز. البيئة لها دور كبير. الضوضاء أو الفوضى ممكن تشتت عقلك. جرب تشتغل في مكان منظم واستخدم إضاءة مريحة عشان تزيد تركيزك. خليني أحكي لك قصة عن يوسف، شاب عادي كان يعاني من نسيان. كان دايماً ينسى مواعيده ويحس إن ذاكرته ضعيفة في العمل. لكن يوسف قرر يتحدى نفسه. بدأ ينام 8 ساعات يومياً بدل 5. استخدم تقنية قصر الذاكرة عشان يحفظ أسماء زملائه. وبدأ يمشي 20 دقيقة كل يوم. كل يوم كان يحل لغز صغير أو يقرأ مقال جديد. بعد شهرين بس يوسف لاحظ إن ذاكرته صارت أقوى، وزميله في العمل قال له ذاكرتك صارت زي الكمبيوتر. القصة دي تثبت إن أي حد يقدر يحسن ذاكرته لو التزم بخطوات بسيطة. فكر معايا، لو يوسف قدر أنت مش هتقدر؟ كل خطوة من دول بسيطة، لكن لو داومت عليها هتشوف فرق كبير في أسابيع. الآن عرفت كيف يشتغل عقلك، وعرفت لماذا ننسى وكيف البعض ذاكرتهم قوية جداً. والأهم عرفت خطوات عملية زي النوم الكافي والتركيز، وكمان تقنية قصر الذاكرة عشان تقوي ذاكرتك. الذاكرة مش موهبة، هي مهارة تتحسن بالممارسة. كل خطوة صغيرة تاخدها اليوم هتخليك أقرب لعقل أقوى وذاكرة أفضل. تخيل نفسك تتذكر كل التفاصيل المهمة في حياتك بسهولة، أسماء، مواعيد، وحتى أحلامك القديمة. مش هيكون إحساس رائع؟ وفي فيديو ثاني على القناة هيساعدك أكثر في فهم عقلك وتقوية ذاكرتك. الفيديو ده بيتكلم عن موضوع مهم جداً اسمه تعفن العقل. هتلاقي الرابط في وصف الفيديو. لو استفدت من حلقة اليوم اضغط إعجاب، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. شاركنا في التعليقات، ما أول خطوة هتبدأ بيها عشان تقوي ذاكرتك؟ رحلة الوعي بدأت فلنكملها معاً.